بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. بعد أن تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أدوات الجودة عموما وعن بعض تقسيماتها أو تصنيف لهذه الأدوات وفقا لاستخداماتها طبعا، وتكلمنا عن أدوات توليد الأفكار وأيضا أدوات التخطيط والتنفيذ المشروع وأدوات أيضا لتحديد الأسباب وأدوات لدراسة العملية. نتكلم اليوم عن أيضا بعض الأدوات الأخرى وفقا لاستخداماتها. دعونا نبدأ بأدوات تحديد الأولويات واتخاذ القرارات. طبعا سنتكلم في هذا الجانب تحديد الأولويات واتخاذ القرارات عن ثلاث أدوات رئيسية، وهي مخطط باريتو ومصفوفة المعايير والتصويت. طبعا هذه الأدوات تستخدم لتحديد الأولويات أو اتخاذ القرارات. مخطط باريتو عادة يستخدم لتحديد الأولويات أو تحديد الأسباب، أيضا مصفوفة المعايير قد تستخدم لتحديد الأولويات أو لاتخاذ القرارات، التصويت أيضا يستخدم لاتخاذ القرارات. دعونا نبدأ بمخطط باريتو. طبعا ترجع فكرة خريطة باريتو إلى الاقتصاد الإيطالي فالفريدو باريتو. فالفريدو باريتو هو أول من طور هذه الخريطة، خريطة باريتو، نتيجة لدراسة اقتصادية شاملة نهاية القرن التاسع عشر تهدف إلى دراسة توزيع الثروة في بلاده. أظهرت الدراسة أن 80% من الثروة المحلية مملوكة لما يقارب 20% من السكان. 80% من الثروة مملوكة ل 20% من السكان، لذلك سمي مخطط باريتو 80-20، 80-20، فكرة 80-20. ترتكز فكرة باريتو على ماذا بعد أن أظهرت هذه الدراسة هذه النتائج؟ ترتكز الفكرة على قاعدة أن 80% من المشكلة هو نتيجة 20% من الأسباب الممكنة لحدوثها. 80% من المشكلة القائمة لدينا أو من النتيجة هي نتيجة 20% من الأسباب، بمعنى أنه غالبا ما تكون هناك عدد محدود من الأسباب ذات تأثيرات كبيرة على مشكلة الجودة، عدد محدود فقط من الأسباب اللي يؤثر بشكل جذري على المشكلة وقد يحل لنا 80%. إذن يعني ماذا لو ركزنا على 20% من الأسباب لحل 80% من المشكلة؟ أليس أجدى من التركيز على حل جميع الأسباب المحتملة وقد تكلف الكثير والكثير من الوقت والجهد؟ هنا هذه فكرة باريتو. طبعا تستخدم هذه الأداة في تحديد الأولويات ومعرفة المسببات التي تسهم بأكبر قدر في مشكلة الجودة. كما أسلفنا ترتكز على فكرة التركيز على القلة الحيوية، وتكلم عن ما يسمى بالقلة الحيوية والكثرة التافهة. تركز فكرة باريتو على التركيز على القلة الحيوية، وهي الأسباب الضرورية التي تؤدي إلى 80% من النتائج، بدلا من العمل على الكثرة التافهة وهي الأسباب الغير ضرورية والمسؤولة فقط عما يقارب 20% من النتائج. إذن نحن لابد أن نركز على القلة الحيوية من الأسباب، وهي أسباب ضرورية قد تؤدي إلى 80% من المشاكل. وللعلم بحل هذه الأسباب وهي 20% من الأسباب قد تستنزف موارد أقل، بينما عندما تحاول أن تحل 85% الموارد تتضاعف. مجرد 5% زيادة بين 80 و 85 ستتضاعف الموارد. إذا أحببت 90% ستتضاعف بشكل العشرات. قد إذا وصلت إلى 95% وأردت أن تصل إلى تحسين بنسبة 100% قد تتضاعف بشكل مهول، وقد تصبح يعني المنشأة لا طاقة لها بهذه الموارد لحل المشكلة بنسبة 100%. أيضا قام جورام بتطبيق مبدأ باريتو وفرق بين التعبيرين السابقين القلة الحيوية والكثرة التافهة. لاحظوا مخطط باريتو العلاقة بين مفهومي القلة الحيوية والكثرة التافهة. لاحظوا هو يرى أن الأسباب في هناك قلة حيوية من الأسباب لا تشكل فقط 20%، هي أدت إلى لنقل النتيجة، أدت بالنتيجة إلى 80%، أدت 80% من النتائج. إذن لنقل قلة الحيوية 20% فقط من الأسباب أدت إلى
80% من النتائج، بينما الكثرة التافهة من الأسباب وهي أسباب غير ضرورية قد لا تؤدي إلى أكثر من 20% من النتائج. لاحظوا هذا المخطط، وهذا هو مفهوم باريتو في يعني تحديد الأولويات وتحديد الأسباب الأكثر أهمية. لاحظوا لرسم هذا المخطط نحتاج إلى أن نكتب العوامل والأسباب. طبعا لنقل على سبيل المثال أن لدينا لنقل قمنا باستبيان عن رضا العملاء، فوجدنا طبعا الاستبيان يحتوي على طبعا نقاط وبنود كثيرة، كل مجموعة من البنود تندرج تحت سبب أو عامل معين. لنقل مجموعة مثلا، هناك مجموعة من البنود تختص بالعامل مدى مثلا تواجد العاملين في مقر العمل، هناك مجموعة من البنود تختص بالتعامل مع المراجعين، هناك مجموعة من البنود اللي نقول تختص بالمواعيد، هناك مجموعة من البنود تختص مثلا لنقل ببيئة العمل بكذا. هذه العوامل أو الأسباب لكل عامل نضع هذا العامل الأول ومدى تكراره، كم التكرار بمعنى كم كان هناك كم عدد حالات الشكوى التي تخص هذا العامل، والنسبة المئوية لكل سبب لكل عامل، والنسبة المئوية التراكمية. طبعا ترتب هذا الجدول يرتب يعني تنازليا، سيوضع العامل أو السبب ذو التكرار الأعلى أول عامل، ومن ثم نزولا لسبب، لأنه النسبة المئوية لكل سبب والنسبة المئوية التراكمية، عندما نصل إلى نسبة 80% نسبة مئوية تراكمية معنى أن الأسباب التي سبقت هذه النسبة التراكمية هي ما يسمى بالقلة الحيوية. عندما نصل إلى النسبة المئوية التراكمية 80% فالأسباب التي سبقت هذه النسبة هي القلة الحيوية التي يجب التركيز عليها. إذا رسم هذا الجدول سهل علينا في النهاية رسم مخطط باريتو كما ترون. هذا هو المخطط باريتو. لاحظوا عدد الشكاوي التكرار على الجانب الأيسر، والنسبة المئوية على الجانب الأيمن، وهناك الأسباب أو نوع الشكوى على الجزء السفلي. لاحظوا أن لنقل المواعيد شكلت تقريبا حدود 40%، ومن ثم أتى العاملين أو لنقل التزام العاملين شكل تقريبا حدود 20 إلى 25، والتعامل مع العملاء شكل حدود 15 تقريبا 15%. أصبحت الثلاثة عوامل هذه مجتمعة هي القلة الحيوية، هي العوامل التي يجب التركيز عليها. بينما لاحظوا الخط في منتصف الخط الذي يفصل التعامل على الانتظار يفرق بين القلة الحيوية على الناحية اليسرى والكثرة التافهة على الناحية اليمنى. إذا لو تم التركيز على هذه الثلاث عوامل فقط في حل مشكلة المواعيد ومشكلة التزام العاملين ومشكلة التعامل، سينتج عندنا تحسن في رضا العاملين بنسبة 80%. حل هذه الثلاثة أسباب فقط سينتج تحسن في رضا العاملين بنسبة 80%، لأن هذه الأسباب هي كما أسلفنا هي القلة الحيوية وهي العوامل المسببة المهمة لسبب هذه المشكلة. لاحظوا أنه طبعا النسبة التراكمية تحسب لنقل في الـ هذه الأعمدة في العمود الذي بعده، تحسب النسبة التراكمية وتضع كنقطة في أعلى العمود، ومن ثم النقطة التي نصل عندها إلى 80 هي النقطة التي تفصل بين لنقل القلة الحيوية والكثرة التافهة والتي يعني لا تسبب أكثر من 20% من النتائج. إذن تحليل البيانات باستخدام خريطة باريتو يركز على قاعدة أن 80% من المشكلة هو نتيجة 20% من الأسباب المحتملة لحدوثها، وهذه مهمة جدا في يعني تحديد الأولويات وتحديد الأسباب الأكثر أهمية. يأتي بعد مخطط باريتو ما يسمى بمصفوفة المعايير.
مصفوفة المعايير هذه تساعد هذه الأداة في اتخاذ القرار. إذا كانت مصفوفة اتخاذ قرارات، إذا وضعت فيها قرارات في كبدائل أو كحلول تصبح مصفوفة اتخاذ القرارات، أو تحديد الأولويات ومعرفة المشاكل التي ينبغي التركيز عليها إذا كانت مصفوفة تحديد الأولويات. وسنرى كيف يمكن يعني التفريق بين اتخاذ القرار أو تحديد الأولويات الفارق في لنقل معايير الاختيار. أيضا تستخدم لتقييم البدائل وفق معايير محددة. إذا لابد لدينا من ضوابط الاختيار، نقيم البدائل وفقا لضوابط الاختيار، يعطى وزن لكل بديل وفقا للمعايير المحددة. قد يعطى وزن وقد لا يعطى وزن، لكن إذا رأيت أن بديل أو لنقل ضابط أو معيار أهم من غيره يجب إعطاؤه وزن، بحيث أنه يضرب مثلا في 2 يضرب في 3 أكثر من غيره، بحيث أنه لاحظوا هذه مصفوفة المعايير. لاحظوا البدائل في العمود الأيمن، لاحظوا المعايير أو ضوابط الاختيار. قد هذه ضوابط الاختيار أيضا يتم الاتفاق عليها من قبل الفريق والمجموع، يعني يعطى كل لنقل كل بديل من 1 إلى 5. الفريق اللي يعطي يعني لنقل 1 هو اللي أسوأ خيار، و5 حيكون هو أفضل خيار. لا تقول 1 أقل أو أكثر، لا، 1 أسوأ خيار و5 حيكون أفضل خيار، لأنه في موضوع التكلفة يختلف. إذا كان ضابط الاختيار هو التكلفة، فطبعا أقل خيار هو أفضل خيار، فلذلك يعطى 1 لأسوأ خيار و5 لأفضل خيار، ومن 1 إلى 5 مثلا سكيل معين. هذه البدائل ترونها، البدائل على العمود الأيمن، ومعايير ضوابط الاختيار، ومن ثم يجمع ناتج كل بديل من هذه البدائل لنعرف من هو البديل الذي حاز على أكثر مجموع ويختار بشكل يعني أنه هو أفضل بديل. طبعا الجيد في هذا الموضوع ليس أنها هي في النهاية إلى حد ما شخصية، ولكن الجيد في هذا الموضوع أن هذا لا يوضع كجدول يعبأ، لا، هو كفريق عمل. نحن كفريق عمل يجب علينا حصر جميع البدائل المتاحة، وهذا الجيد، هذا الجميل في هذه الأداة، أن تحصر جميع البدائل المتاحة. يعني أنا كفريق أساسا فريق العمل، ما هي البدائل المتاحة لدينا؟ ما هي الخيارات؟ ما هي القرارات التي يمكن اتخاذها؟ فسنتفق على جميع البدائل المتاحة. أيضا سنتفق نحن كفريق عمل ما هي ضوابط الاختيار، يعني لكي نقول أن هذا البديل جيد، ما هو ضابط الاختيار بالنسبة لنا؟ ما هو أهم شيء بالنسبة لنا كمنشأة؟ هل هو العميل؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ نضع معايير ضوابط الاختيار. إذا الجيد في الموضوع ليس الأرقام كأرقام، أو ليس الأرقام كأرقام تعطى شخصية. الجيد في الموضوع أن القرار في النهاية لنقل بجماعي، والجميع اتفق على جميع البدائل المطروحة وجميع البدائل، واتفق على جميع ضوابط الاختيار لهذا القرار، ويصبح القرار أكثر نضجا وأكثر دراسة. وقد نحتاج أحيانا دراسة لضابط من الضوابط، إذا قلنا التكلفة قد نحتاج نرجع لدراسة ونأجل اجتماعنا إلى أن نرى التكلفة، إذا قلنا التكرار مثلا قد نحتاج إلى دراسة لما هي المشكلة الأكثر تكرارا. لاحظوا يا جماعة أن مصفوفة المعايير إذا كما أسلفنا هي قد تستخدم في المشاكل، وقد تستخدم أيضا لتحديد الأولويات، أي مشكلة بأي مشكلة نبدأ، وقد تستخدم هذه المصفوفة لتحديد لاتخاذ القرارات بأي قرار أو حل نبدأ. لاحظوا مصفوفة المعايير هنا في تحديد الأولويات، لاحظوا تسرد جميع لنقل المشاكل أو فرص التحسين من 1 إلى 6 أكثر أقل، جميع المشاكل الموجودة أو فرص التحسين، ونضع معايير الاختيار، التكرار يعني المشكلة الأكثر تكرارا سنعطيها أعلى مثلا سكور أو أعلى طبعا رقم. إذا قلنا أن السكور تبعنا أو السكيل من 1 إلى 5 سنعطي المشكلة الأكثر تكرارا 5. المشكلة الأكثر تكلفة أيضا، لأن سنبدأ بهذه المشكلة سنعطيها أيضا 5. المشكلة الأكثر تأثيرا سنعطيها أكثر مشكلة تأثيرا سنعطيها 5. المشكلة التي ستؤثر أيضا بشكل سلبي على سمعة المنشأة ستعطى 5. إذا الخيار الأكثر الأهم سنعطيها 5، بينما الخيار الأقل أهمية، الأقل تكرارا، الأقل تكلفة، الأقل تأثيرا، والأقل سمعة سنعطيه 1. وفي النهاية يحسب المجموع لنعرف بأي فرص التحسين أو بأي مشكلة نبدأ.
لاحظوا في اتخاذ القرار الموضوع يختلف اختلاف بسيط. أيضا توضع جميع القرارات أو الحلول أو البدائل، وتوضع معايير أو ضوابط اتخاذ القرار. طبعا في القرارات أو في البدائل فعالية القرار المتخذ، أي القرارات أكثر فعالية، أي القرارات أكثر تكلفة، أي القرارات أكثر تأثيرا على العميل، أي القرارات سيحظى بقبول من الإدارة ومن العاملين، وأي القرارات سيستغرق وقتا أطول. طبعا كما أسلفنا يعطى 1 للخيار لنقل الأسوأ، بينما 5 للخيار الأفضل. إذن الأكثر فعالية، أكثر القرارات هذه فعالية سيعطى 5، لأنه أمور نسبية تعتمد على بقية على بعض على القرارات الأخرى. أقل الخيارات تكلفة سيعطى 5 وليس أكثرها تكلفة، أقل الخيارات تكلفة سيعطى 5 بحكم أنه أفضل خيار. أكثر الخيارات تأثيرا على العميل سيعطى 5 إذا كان السكيل من 1 إلى 5. مدى قبول، أكثر الخيارات قبولا سيعطى 5. الوقت، أقل الخيارات في الوقت المستغرق أيضا سيعطى 5. قد يعطى وزن، بحيث أنه والله إذا كنت أنا التكلفة، جانب التكلفة يهمني كثيرا كمنشأة ومواردي محدودة جدا جدا، ممكن التكلفة يعمل يضرب في 2 أو في 3 كوزن. إذا موضوع التكلفة قد يعطى وزن، أحيانا لا تهمني التكلفة لكن يهمني الأثر على العميل، إذا يعطى وزن بضربه في 2 أو في 3. هنا بعد طبعا مصفوف اتخاذ القرار يأتي التصويت، وهو 3 أنواع: تصويت بسيط، تصويت متعدد، وتصويت موزون. التصويت البسيط كما ترون على الشاشة هذا الجدول، الأنشطة والأصوات، وتجمع مجموعة الأصوات، كل يعطى لكل عضو صوت واحد، وفي النهاية النشاط الأكثر أصواتا هو من ما يختار. هذا يسمى تصويت بسيط، simple voting، direct voting. هذا تصويت بسيط كما ترون على الشاشة. دعونا نرى تصويت آخر أو نوع آخر، وهو التصويت المتعدد. التصويت المتعدد يعطى كل عضو صلاحية إعطاء الخيار صوت حسب الأهمية. مثلا يعطى كل عضو من 0 إلى 3، بحيث أنه يعطي 0 للخيار الغير مهم، 1 للأقل أهمية، 2 يعني أقل أهمية أو أكثر أهمية بشكل بسيط، وأكثر الخيارات أهمية يعطيه 3 من 0 إلى 3. 0 لا أهمية على الإطلاق، 3 حيكون الأكثر أهمية، ويعطي لجميع النشاطات هذه الخيارات. ففي النهاية يحسب كما ترون النشاط رقم 4 على سبيل المثال حاز على أكثر الأصوات، وهذا يسمى تصويت متعدد. التصويت المتعدد للعضو صلاحية التصويت بسكيل معين أو برينج معين، مثلا من 0 إلى 3، من 0 إلى 5، أيا كان هذا السكيل يتم الاتفاق على الأصوات مع رئيس الجلسة أو قائد الفريق. هناك التصويت الموزون. التصويت الموزون يعطى كل عضو عدد معين من الأصوات، يوزعها على الخيارات حسب أهمية الخيار. يعني يعطى، لنفرض كل عضو منا سيعطى 10 أصوات، فهو حر في توزيعها، قد يعطيها هذه 10 أصوات لخيار واحد، وقد يوزعها بين 3 خيارات، المهم أنه له 10 أصوات، لابد أن يستنزف كل 10 أصوات، قد يضعها لخيار واحد، قد يوزعها بين 2 أو 3 بالتساوي أو بغير التساوي، هو معطى 10 أصوات لتوزيعها على الخيارات. هذا هو التصويت الموزون. في النهاية نتكلم عن أن هذه الأدوات عموما إذا كانت طبعا مصفوفة المعايير أو لنقل باريتو أو حتى التصويت بأنواعه البسيط والمتعدد والموزون، هي لتحديد الأولويات وأحيانا لاتخاذ القرارات، تستخدم أثناء عملية القياس أو أثناء عملية التحسين، تستخدم في كأدوات الجودة. فريق الجودة لابد أن يستعين بهذه الأدوات في أداء مهامه.